نروح بقى دلوقتي زي ما احنا متعودين للصحافه وموقع يلا كوره ومراسلتنا العزيزه ساله حامد، وهيكون ليها لقاء مع الاستاذه العزيزه والزميله منى عمر الناقده الرياضيه. يا ساله بونجور، صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي وجوله صحفيه جديده، وزي ما انت قلتي يا نهاوند من موقع يلا كوره، يعني هكون معاكم النهارده عشان انقل لكم ابرز العناوين والاخبار من الصحف الرياضيه، وهيكون كمان معانا النهارده لقاء مع الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره، واللي هتكون معانا النهارده وتكلمنا بشكل مفصل وبتفاصيل اكتر عن كل الاخبار اللي هتكون معانا النهارده. ويمكن البدايه النهارده هتكون من جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان احتجاب دولي الأهلي في يلو يثير قلق رينارد. وتاني خبر هيكون من موقع يلا كورة، رونالدو يعود إلى مانشستر لمناقشة مستقبله. وتالت خبر هيكون من سكاي نيوز، خبر مزعج يقلق جماهير يوفنتوس حول بوجبا. ويمكن رابع خبر والاخير معنا النهارده هيكون من الرياضيه، يوفنتوس يعاود محاوله ضم فيرمينيو. يمكن دي كانت كل الاخبار اللي هتكون معنا النهارده ان شاء الله يا نهاوند، وهنروح دلوقتي يعني في اللحظات دي نرحب بزميلتنا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره. يعني خليني في البدايه طبعا اصبح عليك يا منى، صباح الخير. صباح النور عليك يا ساله، وصبح على نهاوند طبعا وكل متابعي قناه النادي الاهلي، منورنا. يمكن اول خبر طبعا معانا النهارده هو عن رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، واللي طبعا الان ان هو يتابع لاعبي نادي الاهلي السعودي بعد هبوط الاهلي لمنافسات او للدوري الاولى. طبعا كلمينا عن الخبر ده. طيب بداية كده، طبعا المنتخب السعودي أحد المنتخبات العربية اللي تأهلت طبعا لمنافسات كأس العالم، إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله هم وباقي المنتخبات العربية. لما هنيجي نتكلم على خبر زي ده يا سالة، بداية كده هبوط الأهلي طبعا السيزون اللي فات لدوري الأولى ما أثرش على الفريق بس، لا طبعا ده هينعكس بشكل كبير جدا على المنتخب السعودي، خصوصا إن المنتخب الأخضر يعني بيضم عناصر مميزة جدا من دولي أو من الدوليين في النادي الأهلي السعودي. بنتكلم في محمد الربيعي، بنتكلم في عبد الرحمن غريب، بنتكلم في هيثم عسيري، ده كان نجم المنتخب الأولمبي وده لاعب واعد جدا ومميز، بنتكلم كمان في علي مجريشي. ففي اسماء كتير جدا لما هنيجي نعدها او هنقول ان في مشكله هتواجه المنتخب السعودي، بس خلينا نقول ان هو تحدي بالنسبه لإيرفين رينار، لانه إيرفين رينار مدرب مخضرم جدا، عمل نتائج مميزه جدا 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 قبل المنتخب السعودي لما كان مع المنتخب المغربي وباقي المنتخبات اللي كان اشرف على ادارتها الفنيه، فده بالنسبه له هيمثل تحدي. هي هتبقى مشكله ان هو تأثر اللعيبة طبعا بالاحتكاك في الدوري الأولى مش زي دوري المحترفين، أكيد المنافسات ما بين الأندية مش قوية زي دوري المحترفين، الاحتكاكات ما بين اللعيبة هيحتكوا بلعيبة طبعا أقل خبرة مش زي الخبرة في الدوري المحترفين، لكن زي ما أنا ما قلت لك هو بالنسبة له هيبقى تحدي، هقدر اخلي اللعيبه دي في مستواها ازاي او هقدر اتابعها ازاي. طيب لو هم ما بقوش في مستواهم وحصل هبوط سواء في اداء فني سواء في اداء بدني، لازم هيوجد البدايل، هو دوره ده مدرب كمدرب هو ده دوره ان هو يوجد بدايل بحجم الاسماء اللي هو ممكن يفتقدها من النادي الاهلي. طبعا احنا المنتخب السعودي اصلا بيتواجد في المجموعه الثالثه في منافسات كاس العالم مع الارجنتين مع بولندا مع المكسيك، وبالترتيب كده هو هيقابل المنتخبات دي، هيقابل الأرجنتين الأول بعد كده بولندا بعد كده المكسيك. من ضمن الخطط كمان بتاعت رينار لتجهيز المنتخب السعودي، هم كانوا عملوا معسكر مؤخرا، اخر معسكر ليهم كان في اسبانيا، والحقيقه انا شايفه ان هم بيلعبوا منتخبات بشكل ودي، منتخبات قويه جدا، عشان دي طبعا تزود الاحتكاك او تعلي الاحتكاك او تزيد اللعيبه خبره. لعبوا مع المنتخب الكولومبي، لعبوا مع منتخب فنزويلا، هيلعبوا كمان الاكوادور في سبتمبر. رينار كمان كان طلب من الاتحاد السعودي لكره القدم ان المعسكر بتاع المنتخب قبل كأس العالم يبقى بدري شوية، وعايز يعمل معسكر من أكتوبر
عشان يدي فرصة كبيرة ان اللعيبة يعني يبقى في انسجام ما بينهم، يقدر يرتب اولوياته، يحط خطته للعب، اللعيبة تقدر تحفظ ده، يحفظوا هم بعض كمان في الملعب. كمان بيتكلم في انه عايز يلعب ست وديات في خلال المعسكر ده او خلال الفترة المقبلة اللي هي قبل كاس العالم. فانا شايفة ان هو استعداداته جيدة جدا جدا جدا. مشكلة هبوط الاهلي هتأثر، ولكن ده بالنسبة له هيبقى تحدي اعتقد انه هينجح فيه. وانا من وجهه نظري ان المنتخب السعودي هيبقى ليه بصمه كبيره جدا في المونديال المقبل ان شاء الله. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله. طبعا الخبر الثاني معنا كمان يا منى هو عن كريستيانو رونالدو، ان هو خلاص رجع مانشستر عشان يتناقش مع اداره مانشستر يونايتد عن مستقبله الفتره اللي جايه. طبعا كلمينا عن الموضوع ده. طيب احنا عشان نلخص قصة رونالدو، لانه كل ميركاتو لازم بيبقى فيه حديث عن كريستيانو رونالدو، طبعا واحد من افضل اللعيبة في العالم. يعني رونالدو ما قدموش غير اربع سيناريوهات خلاص. السيناريو الاولاني ان هو يرجع يكمل عقده في مانشستر يونايتد، عقده هيخلص السيزون الجاي، فهو عنده الاوبشن ده ان هو يكمل السيزون بتاعه. ولو ان ده هو رفضه، يعني هو كل القصه اللي احنا فيها دي عشان هو مش عايز يرجع يلعب في مانشستر، لانه طبعا مانشستر ما قدرش ان هو يتاهل دوري ابطال اوروبا، هيلعب في الدوري الاوروبي، فهو رفض الفكره دي. ده السيناريو الاول. السيناريو الثاني انه يرحل خلاص، هيمشي خالص يشوف عروض، وبالفعل وكيله خورخي مينديز بيحاول يدور على عروض. السيناريو الثالث انه يمدد في مانشستر يونايتد سيزون ويطلع اعاره، يطلع اعاره للنادي هيلعب في دوري ابطال اوروبا. السيناريو الرابع انه هو يقرر الاعتزال، ولو ان ده بعيد خالص ما سمعناش عنه الفتره الاخيره، يعني ان هو بيفكر في الاعتزال او ان هو خلاص يعلق حذائه يعني. فلو نيجي نستعرضهم بقى كده، زي ما قلت لك الاوبشن الاولاني او السيناريو الاولاني ان هو يفضل في مانشستر يونايتد، هو رافض الحل ده تمام. هو لما ما حضرش المعسكر التحضيري لمانشستر يونايتد كان بيتدرب لوحده، عمل هو فترة إعداد لوحده، ما كانش مع الفريق، وده بيدل. ومن أول يوم هو اعتذر، قال أسباب عائلية. طبعا الوضع كان مفهوم يعني. إريك تنهاك حتى مدرب مانشستر يونايتد لما تسأل في المؤتمر الصحفي أنه عن أسباب غياب رونالدو، فهو على الأقل أنه هو لأسباب شخصية أو لأسباب عائلية. حتى الصحفي رجع أحرجه قال له لا، إحنا عارفين أن هي مش أسباب عائلية أو أسباب شخصية، هو عايز يمشي. فرجع المدرب الهولندي وقال أنا باني خطتي، أو أنا عايز أنه هو يكمل معايا، وأنا حابب أنه هو يستمر معايا، وأن احنا يعني نرجع يونايتد تاني السيزون الجاي بشكله المعهود لجماهيره يعني. ده بالنسبه للسيناريو الاولاني زي ما اتكلمت معاكي. السيناريو الثاني الرحيل، وزي ما قلت لك ان خورخي مينديز بيتكلم ان هو او اللي هو وكيله يعني بيحاول ان هو يشوف له عروض من انديه تانية. طيب هل هو لقى عروض؟ لحد دلوقتي ما فيش كلام رسمي عن عرض، يعني ما فيش كونفيرمد عرض، يعني ما سمعناش ان في عرض رسمي لحد دلوقتي. بس في كلام انديه رونالدو ارتبط بيها. طب زي مين؟ عندنا في تشيلسي طبعا هيلعب دوري ابطال اوروبا، عندنا اتقال بايرن، اتقال باريس، اتقال روما، اتقال مين تاني؟ اتقال انا قلت بايرن، اتقال بايرن، في انديه كتير، لدرجه ان اتقال اتلتيكو مدريد كمان، ريال مدريد حصل فيه كلام، وصحيفه اس دي كانت المفاجاه يعني، قالت ان في كلام من برشلونه. دي طبعا كانت مفاجاه يعني، صعبه جدا موضوع برشلونه. هي اس استندت في الخبر بتاعها على ان خورخي مينديز كان في اجتماع عشاء كده مع اخوان خورخي مينديز واخوان لابورتا رئيس برشلونه، فقالوا ان اكيد الكلام تطرق لرونالدو يعني. بس طبعا الوضع بالنسبه للوضع المادي اصلا بالنسبه لبرشلونه ما يتحملش رونالدو خالص، بلس انه صعب ان رونالدو بعد التاريخ الكبير جدا 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 اللي عمله مع ريال مدريد ان هو يروح للغريم. فأعتقد الموضوع ده أو الحل ده أو النادي ده مستبعد تماما يعني. في كلام بقى زي ما احنا قلنا ارتباط ما بين مع الأندية اللي احنا ذكرناها، بس يمكن الكلام أكتر مع أتلتيكو مدريد. ولو ان من وجهة نظر يعني انا شايفة ان دي مناورة من خورخي مينديز زي ما عمل قبل كده مع مانشستر يونايتد، وراوغ ان سيتي بيحاول يفاوضه وان وصل لاتفاق وان رونالدو هيلعب في مانشستر سيتي، وفي الاخير رونالدو كان ده علشان يحرك إدارة مانشستر يونايتد إن هي تتعاقد مع رونالدو. فأعتقد إن هو بيلعب نفس اللعبة يعني، إن هو الكلام مع أتلتيكو مدريد بحيث إن هو يحرك ريال مدريد إن هو يرجع رونالدو يعني. مشكلة رونالدو في حاجة،
اولا عامل السن 37 سنه. تاني حاجه الراتب، رونالدو في مانشستر يونايتد بياخد راتب اسبوعي 500,000 جنيه استرليني، وبعض التقارير بس مش مؤكده يعني قالت ان الراتب بيوصل ل 700,000 جنيه استرليني. فمين اداره نادي هتقدر تتحمل الراتب الكبير ده؟ طبعا هو لازم يخفض الراتب بتاعه، وهو كان قال كده ان هو مستعد ان هو يخفض الراتب بتاعه، بس برضو لو خفضه هيخفضه لحد فين؟ هو في الاخر وفي الاول في الاخر هو رونالدو يعني. بس الاقتراح الثالث اللي ذكرته لك انه يونايتد ما عندهاش مشكله ان هو طيب اوكي يمشي من النادي، بس بشرط ان هو يجدد موسم ويطلع اعاره لاي نادي تاني، وده برده هيتوقف على العروض المقدمه ليه يعني. ليه رونالدو طيب مش عايز يكمل في يونايتد؟ زي ما قلنا عشان مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي، وعايز يكمل في دوري ابطال اوروبا. طب ليه مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي؟ دي ليها اسباب كتير جدا. رونالدو من 2003 بنتكلم تقريبا في 19-20 سنه هو بيلعب في دوري ابطال اوروبا، طبعا دي البطوله الاكبر في اوروبا يعني، او تعتبر في العالم يعني. فهو مش عايز يبعد عن دوري ابطال اوروبا، خصوصا عشان الارقام القياسيه اصلا اللي هو محققها يعني. رونالدو هداف البطوله، بتتكلمي في اكتر لاعب مسجل اهداف، اكتر لاعب صانع اهداف، اكتر لاعب متوج بالبطوله، طبعا مناصفه مع ريال مدريد، مع بعض لعيبة ريال مدريد اللي أخدوا البطولة 5 مرات يعني. فبتتكلمي عن سلسلة من الأرقام القياسية هو عايز يزودها، مش عايز يسيبها لغيره إنه هو يحطمها أو إنه حتى يقرب منها يعني. خصوصا كمان إنه هو عنده الغريم بتاعه طبعا ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان هيلعب في دوري أبطال أوروبا، فعند ميسي فرصة إنه يزود أرقامه، ممكن يقرب من رونالدو، ممكن يبقى فيه منافسة تانية ما بينهم بعيدا عن الألقاب الفردية اللي هم تقريبا بعدوا عنها السيزون ده يعني. فبتتكلمي كمان ان ميسي سبع بالون دور، رونالدو 5، فكان عايز يقلل الجاب ما بينه وما بين ميسي. طبعا لو لعب في دوري الاوروبي طبعا الموضوع خلاص منتهي، مستحيل يعني. بس فبتتكلمي كمان ان هو 37 سنة، فعمره في الملعب كمان مش كتير، فقدامه سيزون او اتنين هو عايز زي ما بنقول كده يختم بنهايه ترضيه يعني. بس فده بالنسبه لقصه رونالدو كلها يعني. الخبر برضو التالت معانا النهارده بقى نروح لليوفنتوس ولاعب اليوفنتوس بوجبا، ويمكن الاصابه طبعا اللي ازعجت بعض جماهير اليوفنتوس. كلميني عن اصابه بوجبا طبعا بعد ما عاد لليوفنتوس. واضح ان جماهير مانشستر يونايتد مش مسامحه يعني. لا طبعا ضربه قويه جدا ليوفنتوس. بوجبا لسه راجع النادي او لسه منضم ليوفنتوس طبعا في صفقه انتقال حر، كان بعد نهايه عقده مع مانشستر يونايتد، لسه في فتره الاعداد. اصابه قويه في الغضروف المفصلي للركبه اليمنى. الاصابه دي بنتكلم في من اسبوعين لثلاث اسابيع، ده لو ما فيش جراحه. لو حصل تدخل جراحي فممكن الموضوع يبقى شهرين، ممكن يبقى اكتر من شهرين. فمعنى كده ان انت بتتكلم ان بوجبا صفقه من الصفقات الجديده بتاعتك هتغيب عن انطلاقه السيزون بتاع يوفنتوس. يوفنتوس كمان ما كانش احسن حاجه السيزون اللي فات يعني، بتتكلم ان هو عايز يبدا اصلا السيزون بشكل قوي عشان يعوض الانتكاسه بتاعه السيزون اللي فات. السيزون اللي فات هو انهى رابع في جدول الدوري الايطالي بفرق تقريبا بنتكلم في 16 نقطه كان عن ميلان المتوج. ميلان كان معاه 86 نقطه توج باللقب الدوري الايطالي، يوفنتوس كان في المركز الرابع كان معاه 70. فبتتكلمي كانت في جاب كبيره جدا. فطبعا ده طبعا هياثر على 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 خطط أليجري، يعني عايزين نقول ايه، صدم جماهير يوفنتوس طبعا اللي كانت معلقه امال كتير جدا على الصفقات الجديده، خصوصا ان نجمه زي ديبالا رحل لروما. فده طبعا هياثر على المستوى بتاع الفريق، او يعني ايه عايزين نقول التوليفه بتاعه الفريق في السيزون الجديد. بس اخر خبر بقى معانا النهارده برضو ليه علاقه باليوفنتوس، واليوفنتوس بيحاول للمره الثانيه ان هو يضم فيرمينيو لاعب ليفربول بعد طبعا العرض الاول رفضته ليفربول، بيحاولوا تاني مره. كلمينا طبعا عن المحاولات دي من قبل يوفنتوس لضم فيرمينيو.
هو يوفنتوس يعني نكمل ب ب ب ب ب ب ب على نادي يوفنتوس، يعني ناخد الجانب بتاعه الاول. يوفنتوس يعني هو ساب ديبالا وعايز يعوض ديبالا بان هو يتعاقد مع فيرمينيو. يوفنتوس قدموا عرض 19.5 تقريبا مليون جنيه استرليني لاداره ليفربول عشان يتعاقدوا مع فيرمينيو، بس ليفربول رفض العرض. هو رفض العرض بس مش رافض فكره ان هو يبيع فيرمينيو. يعني في كلام اتقال، في تقارير قالت ان لو يوفنتوس رفع العرض ممكن اداره ليفربول تفكر ان هي تستغنى عن فيرمينيو. ولو انا شايفه ان ده برده هيبقى ايه بالنسبه ليفربول، هستغنى عن ماني وفيرمينيو الاثنين في سيزون واحد او في ميركاتو واحد. انا كان عندي صلاح، كان الثلاثيه بتاعت صلاح ماني فيرمينيو، فانا فجاه استغنيت عن اثنين. طبعا ليفربول دعم صفوفه بصفقات جيده جدا 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 في الميركاتو، داروين نونيز، كارفاليو، فدي صفقات هتفيد الفريق طبعا. بس احنا بنتكلم على عنصرين كانوا اساسيين مع صلاح في الخط الهجومي لليفربول السيزون اللي فات والسيزون اللي قبل، او من وقت ما راح كمان ليفربول، من وقت ما صلاح انتقل لليفربول في صيف 2017 يعني. ففجأة هستغنى عن عنصرين او ال يعني ايه الضلعين بتوع المثلث لليفربول. ف يعني ليفربول عنده اللي يعوض ده، وفي نفس الوقت يوفنتوس هو محتاج فيرمينيو زي ما قلنا عشان يعوض رحيل ديبالا. لكن الموضوع ممكن 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 يبقى فيه بعض الخلل بالنسبه لليفربول، بس هم اداره ذكيه جدا جدا، اكيد هتعرف تتعامل مع الموضوع. ولو هي عندها فرصه ان هي زي ما نقول ايه تستفيد من رحيل فيرمينيو هتعمل ده. فيرمينيو كان موقفه شبه موقف صلاح، ان الاثنين عقدهم هينتهي السيزون اللي جاي 2023. صلاح خلاص جدد الحمد لله مع ليفربول، لكن فيرمينيو لحد دلوقتي مفيش كلام على اي تجديد. كان نفس الوضع برضو بالنسبه لماني، ما كانش في كلام على اي تجديد وماني رحل. فعشان كده ده اللي بيخلينا نقول ان اداره ليفربول ما عندهاش حسم نهائي بالنسبه لموضوع فيرمينيو. فمعنى كده ان يوفنتوس لو زود العرض ممكن ليفربول يفكر ويبقى فيها رحيل لفيرمينيو طبعا قبل نهايه الميركاتو. استاذه منى عمر طبعا النقاده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره، بشكرك جدا وانا كنت سعيده ان انا معاكي النهارده. جدا يا سهيل، انا اللي بشكرك، ميرسي. ميرسي كده. طبعا يا نهاوند كان لقائنا مع الاستاذه منى عمر الصحفيه والناقده الرياضيه بموقع يلا كوره، ويمكن طبعا كلمتنا عن كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده بشكل مفصل. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا نكلم ليك يا نهاوند، تفضلي. تغطية حقيقي أكثر من رائعة، أنا شخصيا استفدت جدا، بشكرك جدا يا سلا، وبشكر أكيد الزميلة العزيزة منى عمر.